عسلامة يا جماعة، اليوم جينا في فلوق جديد باش نعيشوكم معنا نهار في رمضان في حومتنا، باش نوريكم مدفع اللي في حومتنا، باش نوريكم الحاجات والخضار المحلية اللي في الحومة، وباش تشوفوا معنا العشاء. قاعد يصور فيك قدي مثلا، قول عسلامة. إيه نقول ولا أنت تقول؟ أنا نقول عسلامة، خاطر ما نجمش ما فماش شكون يشد الكاميرا شديت هنا لك عليك. أي تقل. نحيي جهاد نورا الكاميرا. وشي باش نقول لكم، باش نوريكم عشينا اليوم وجونا ويلا ننطلقوا. البرنسيب سهل على الاخرى معايا مدام، كيما نقولوا احنا نسمو في كومباوند. كومباوند معناها مجمع سكني، ولكن الفرق على تونس اللي هنا فما برشا حاجات نجم تعملهم، مثلا تلعب كوره، تلعب تنس، تلعب باسكت، تعمل تزحلق على الجليد، تمشي فما حديقه حيوان، فما برشا حاجات. هذاك علاش نحسوا فما برشا خضار وبرشا جو وبرشا شيخات اللي خلينا ما نحبوش نخرجوا منها وما نحبوش ديزون حتى نهار السبت نقعدوا لهنا. يقولوا مش معناتكم بما تخرجوش تعيشوا في دبي ما تمشيوش لبرج خليفه كذا، الاخضار خويا السعاده. وفما عندنا نسميوه بالفرنسي ريفير، شو اسمه الجدول، نوريهم الجدول. انا مشي الاحسن بلاصه بالنسبه لي يعني اللي هي ياسر، نمشي نتامل نقعد ناخذ الغادي نعمل جو مع اصدقائي. اي اصدقائي، عاب شو اوريكم اصدقائي هما الحبيبات. هاي فما الاخرين، فما غزاله لداخل هذوما صحابي مني. وفيت هذه معناها عاملين كيما البحيره صغيره ولا البط والوز والجو هذا كله. امين تجيبنا تقريبا مرتين في الجمعه باش تطلع على الارتفاع. نزوهم للاصطاب المدام، اصطاب اللي اصطاب الخيول فيها غزاله، اصطاب الخيول فيه غزالة، اصطاب الخيول اصطاب القلبي يعني حصونة يعني الأحسنة، الغزالة يعني الزوق. كما تشوف تبدأ تحوز لهنا تعرضك مجموعة البلايك هذه، يقول لك راه معناها فما سكيت بارك دوك بارك. البحيره نتاع الحب هاكا فيها قلب حب غادي، شفتوا كيفاش فما اصحاب اماني لهناك العاده موجودين في كل بلاصه هذوكم. اما هما بعاد ما مش اصحاب اماني برشا، فهمت. وفما غادي العبد اللي يحب عنده هوايه الصيد بالصناره، فهمت كيفاه، عاملين سباس باش الناس تصطاد بالصناره. تصطاد قبلت ما صيد الاصل. باش نكملوا نمشوا لحديقة الحيوانات وبعد نمشوا نحضروا على المدفع والسلام، باش نجري نجري نتعشى. عسلامة. اسألها وانت الوين؟ ها؟ توقيت المدفع. توقيت المدفع في الحومة كيف قاعدين نشوفوا، ونحن باش نوريكم وباش نتفرجوا في المدفع كيفاش يعمل. كملنا حاسيلو الجولة. لحظة نشد لك الميكرو. تفضل. كملنا الجولة بتاعنا، شفتوا الحومة بتاعنا تحفونا، توا باش نوريكم معناها كيفاش العشاء اللي هو حضرناه قبل ما نخرجوا باش نكملوا نحطوه توا الطاولة، هكا ولا لا؟ حذرناه، ركز لي على حذرناه. حذرناه. احنا نحاول عايشين الجو. اسكت اسكت. والله لا حذر شيء. والله. ايه مغرومة راهي تزني وتزلعني. زوجتي الغالية. احنا نحاول نعيشوها جو رمضان. هكا باللي معناها باللي موجود. وي. نحطوا الطاولة. يلا. عسلامة مدام. مرحبا. تفضل قدمنا شو عشاء. لاحظتني اليوم بعد ما خرجت درت هذاك الكل عشاء يتمثل في الشوربه نتاع البارح. شوربه البارح الحمد لله. سلطه عملتها اليوم. سلطه عملتها اليوم. عملت لحمه تون. لحمه التون العظيمه شيء فرش اي شو اسمها؟ ميني بيتزا. ميني بيتزا. وميني بريكا. ميني بريكا. في الفور. ميني عشاء هذا.